Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, untuk bacaan kita pada saat ini, ayat 100 pada Surah Bani Israel atau Al-Isra dengan bacaan "Qullau antum". Ayat 100 Surah Al-Isra dengan bacaan "Qullau antum". اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قُلْ لَوْ أَنْتُمْ تَمْلِكُونَ خَزَائِنَ رَحْمَةٍ خَزَائِنَ رَحْمَةَ رَبِّي إِذَا لَا َ ربي اذا لا امسكنا لامسكتم خشيه ربي اذا لأمسكتم امسكتم خشيه الانفاق وكان الانسان قطورا صدق الله العظيم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته